استمرارا بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إجلاء 35 مواطنا أردنيا من الجمهورية اللبنانية الشقيقة عبر طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاء إن عدد الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من لبنان عبر طائرتين لسلاح الجو الملكي 79 مواطنا، جميعهم ممن سجلوا على المنصة الإلكترونية الخاصة بالإجلاء لدى السفارة الأردنية في لبنان. وأوضح بأنه منذ بداية شهر آب الماضي إلى الآن وصل 3285 مواطنا أردنيا إلى المملكة قادمين من لبنان من خلال مطار الملكة علياء الدولي، بالإضافة إلى الأعداد التي وصلت برا من خلال مركز حدود جابر. لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية وصلت اليوم الطائرة الثانية التي أجلينا عليها مواطنين أردنيين، وتحمل اليوم 35 مواطن أردني. وهذه كانت قبل 3 أيام وصلت الطائرة عليها 44، ليصبح العدد 79 مواطن أردني الذين تم إجلاؤهم عبر طائرات سلاح الجو الملكي الأردني ضمن خطة الإجلاء التي وضعتها أجهزة الدولة الأردنية بما فيها وزارة الخارجية والقيادة العامة للقوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة ووزارة الداخلية ومركز الأزمات. أيضا هذه الطائرة التي سيرت اليوم إلى بيروت كانت هي الطائرة الثامنة التي تحمل المساعدات التي أمر بها جلالة الملك تقديمها إلى لبنان الشقيق ضمن الظروف الصعبة التي يمر بها. هذه حملت مواد إغاثية وطبية وعلاجية وغيرها من المواد التي تدعم الشعب اللبناني الشقيق، وأيضا مستمرين في هذا الجسر الجوي إلى لبنان لتقديم المساعدة التي من الممكنة والمطلوبة في هذه الظروف التي يتعرض فيها لبنان إلى اعتداء غاشم من إسرائيل. طبعا أستطيع أن أقول اليوم أن غالبية المواطنين الأردنيين المتواجدين في لبنان قد غادروا، بقي عدد قليل جدا هم لم يبدوا رغبتهم بالعودة، ولكن جميع من سجل اسمه على المنصة تم إجلاء المنصة الخاصة التي وضعتها وزارة الخارجية للإجلاء قد تم إجلاؤه إلى المملكة، ولا زالت المنصة مفتوحة، من يرغب في التسجيل فيها بإمكانه التسجيل وإن شاء الله سنقوم بإجلائه في المستقبل. طبعا لا زال هناك في تعاون بين السفارة الأردنية في بيروت وبين طيران الميدل إيست الذي لا زال يعمل بين بيروت وعمان، وطبعا نحن قمنا بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني بإعطائهم رحلات إضافية، وقامت الميدل إيست مشكورة بتخصيص 40 إلى 50 مقعد على كل رحلة للأردنيين ليتم نقلهم إلى عمان. فيستطيع المواطن الأردني مفتوح أمامه أن يأتي بالجو عبر الرحلات التجارية إلى عمان على طيران الميدل إيست أو عن طريق البر، لا زالت الحدود البرية مفتوحة ويستطيع أن يأتي في البر. ولكن فوق هذا وذاك تستمر خلية الأزمة في تقديم كل المساعدة الممكنة وفي إجلاء رعايانا من لا يتمكن من الخروج لا على طائرة الميدل إيست ولا بالبر، سنحضرهم ضمن الرحلات القادمة إن شاء الله.